هيدا اليوم من كل سنة بحاول فكر وأتأمل بهيدي العطية الإلهية الكبيرة يلي أعطاها ربنا للإنسان عموما وللمرأة خصوصا بأنه تكون وتصير أم. كل امرأة هي أم بالقوة يلي فيها، حتى وإن لم تكن أم بالفعل يعني بالجسد. تخيلوا عالم من دون أم، قد بيكون ناقص وقد بيكون فارغ. تخيلوا عالم من دون محبة الأم، قد بيكون هذا العالم فقير بالبركات وبالعطايا وبالنعم. تخيلوا عالم من دون أم ومن دون صلاة وأدعية أم، قد ايه هذا العالم بيكون بارد وبيكون بخوف. الأم هي أيقونة تخدنا بحبها، بصلاتها، برحمتها، بعطفها، بعطائها لله ولمحبة الله ورحمته وحنينه وعطائه. يلي بيريد منا إنه يعرف الله بيقدر يبلش من هالمطرح. بده يبلش بإنه يتأمل صورة أم حقيقية. يلي بيريد منا إنه يتعلم الصلاة، خليه يتأمل صلاة أم لأولادها. ويلي بيريد منا يتعلم شو يعني تضحية، شو يعني عطاء، شو يعني بذل، خليه يتأمل حياة أم وتصرفاتها مع أبنائها. هيدا العالم بيعيش وبيتنفس بفضل مسابح أماتنا وصلاتهم يلي بتحرك قلب يسوع تماما مثل ما تحرك قلبه قدام أرملة نايين، قدام المرأة الكنعانية. بعتقد إنه أعظم إكرام للأم هو بإنه نكون نحن بحياتنا يلي كانوا عم بيصلوه هن دايما بحياتهم. يعني بكلمة واحدة وببساطة إنه نصير نحن صلاتهم. أمين.